هبتدي بأشهر الأسئلة اللي بتجيلي دايماً في العيادة، وهحاول أفهمكم شوية مفاهيم بسيطة جداً تفهموا بيها السؤال الشهير اللي بنسأله: يا دكتور دورتي مش منتظمة، ده عادي ولا في حاجة مشكلة؟ أنا الدكتور محمود سليمان، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، واستشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري بمركز MRC مركز مصر للخصوبة. عدم انتظام الدورة الشهرية عند السيدة ببساطة شديدة جدا، نفهم شوية كونسبتس وشوية مفاهيم هتفهمنا ليه الست لما الدورة ما بتنتظمش عندها لازم نعرف هي ليه مش منتظمة. أولا بالعقل كده، عدم انتظام الدورة عند السيدة ده معناه ان في حاجة غلط، المفروض الدورة تنتظم. بس عشان نعرف يعني ايه دورة منتظمة لازم نفهم ان بتتحكم في الدورة هي البويضة. الست اللي بتطلع بويضة جيدة بتكون بطانة رحم في وقت معين جيدة، ما بيحصلش حمل، البطانة دي بتنزل بصورة الدورة وتتكرر هذه العملية كل شهر. لو سألت أي سيدة في الدنيا انت دورتك منتظمة مش منتظمة، أغلبها هيقولك مش منتظمة. جيت ضغطت عليها هتقولي يا دكتور أصل هي بتأخر يومين، بتزود 3 أيام، بتجيب 7 أيام. نفهم بقى تعريف انتظام الدورة. انتظام الدورة هو حدوث الدورة، يعني الدورة بتيجي كل 28 يوم بلس ماينس 7 أيام. يعني لو بنلعب في الدورة ما بين 21 يوم لحد 35 يوم تعتبر بالنسبة لي دورة منتظمة. الدورة المنتظمة هنا بتختلف من سيدة لسيدة، وبتختلف في نفس السيدة من شهر لشهر. اللي بيتحكم في تكوين الدورة أو اختلافها في المواعيد البسيطة يومين وثلاثة وأربعة هي تكوين البويضة. في ست هتحضر البويضة في وقت معين، وفي ست هتأخر يومين في تحضيرها أو 4 أيام في تحضيرها أو حتى أسبوع في تحضيرها. كل دي تحت بند انتظام الدورة. يبقى نفهم النقطة اللي بعديها، يبقى الست اللي دورتها مش منتظمة يعني مش منتظمة؟ يعني ممكن تيجي مرتين في الشهر، ممكن تيجي كل 3 شهور مرة، كل 4 شهور، ممكن ما تجيش خالص. يبقى لازم نطلع 2 أرم رئيسيين. الـ2 أرم الرئيسيين دول أول حاجة يا إما يكون في حاجة خلل هرموني بسيط عند السيدة هي اللي مش مخلية تكون بطانة بشكل جيد، وأحب أقولك ده بيبريزنت 80-90% من الحالات، أو يبقى في حاجة عضوية ودي سهلة نعرفها بالإيه؟ بالسونار. يبقى الست اللي هي ما عندهاش دورة منتظمة لازم افكر في الحلين. يعني مش منتظمه يعني بتيجي اقل من 21 يوم او بتزيد عن 35 يوم علشان تنزل. يبقى لازم تستشيري ساعتها الطبيب بتاعك علشان يعرف ايه سبب ان الدوره ما بتنزلش في مواعيدها. يا اما يكون في خلل هرموني هي اللي متحكمه في القصه دي، ودي 80-90% من الحالات، ودي علاجها سهل. خلي بالكم الخلل الهرموني ده بيبقى بسيط جدا، ان شاء الله بنقدر نديله شويه ادويه وميديكيشنز الدنيا بتبقى كويس. 10% 20% بيبقى في حاجه وظيفيه في الرحم او خلل عضوي في الرحم او في المبايض، وده بنعرفه عن طريق الالترا ساوند او عن طريق السونار اللي عن طريق المهبل او عن طريق البطن لو انت كنت انسه، بحيث انت تطمني الرحم ده ما فيهوش لحميات، ما فيهوش اورام ليفيه، ما فيهوش اكياس على المبيض. اشهر اسباب الخلل الهرموني اللي بنقابله عند اغلب السيدات اللي هو مرض تكيسات المبيض، وده هيتشرح في الحلقات اللي جايه بشكل مستفيض ان شاء الله، وهتلاقوا لينكاته موجوده ان شاء الله بعد كده. لكن احنا بنتكلم على التكيسات. يعني ايه تكيسات المبيض؟ يعني عدم قدره المبيض ان هو يفرز بويضه. تعال نتفق مع بعض على تاني، ان اللي بيتحكم في دورة السيدة هي البويضة. الست اللي بتطلع بويضة بتكون بطانة بتنزل دورة. اما اللي عندها التكيسات على المبيض دي ست عندها بويضات بس الهرمونات بتاعت جسمها مش قادرة تفرز البويضة اللي تطلع هرمونات تكون بطانة رحم. دي ببساطة شديدة جدا. يبقى تكيسات المبيض دي ست عندها مبايض عادي جدا وعندها بويضات كويسة جدا، ولكن مش قادرة تطلع وبالتالي ما بتطلعش تنزلش دورة، فالست تجيب عليها الدورة بالشهرين وبالثلاثة. او السبب التاني الشهير اللي بينا نشوفه كتير في عياداتنا الحقيقة هو ضعف المخزون. يعني ضعف المخزون؟ يعني المخزون بتاع المبيض بقى ضعيف، يعني الست ما بقتش تطلع بويضات بجودة كويسة، وده بنشوفه اكتر مع الناس المتقدمين في الخصوبة. انا ما بحبش اقول متقدمين في العمر، ان الست اللي بتوصل ل 42 سنة و 43 سنة هي ست صغيرة ولكن متقدمة في الخصوبة، فبالتالي جودة البويضة اللي بتوصل معاها بتبقى بتطلع مش بجودة كويسة، وبالتالي ما بتطلعش هرمونات كويسة، وبالتالي ما بتنزلش الدورة في مواعيدها.
السبب الثالث برضو ان بيحصل ساعات بويضات بتطلع، بس ما اقدرش اقول عليها بويضات، على نقول اكياس ميه، يعني اكياس وظيفيه، يعني البيضه اتكونت بس ما افرزتش الهرمونات المناسبه لتكوين البطانه وتسندها كويس، كانت ضعيفه. وده ممكن يحصل الخلل ده كل شهرين ثلاثه، ممكن تحصل مع شهر، وده بيبقى ارتفاع هرمون اللبن او خلل في الغده الدرقيه، او ممكن يكون كمان كيس مع عدم تبويض، يعني ممكن تبقى دوره ما فيهاش تبويض جيد، وبالتالي ما بتعرفش تفرز الهرمونات بشكل جيد، وبالتالي ما بتعرفش تسند بطانه الرحم بشكل جيد، فبتنزل الدوره متكرره. بنشوف امتى كمان الحاله الخلل الهرموني دوت؟ صدقوني التوتر العصبي والاكتئاب، العصبيه، التوتر، كل دوت من الاسباب اللي بتعمل خلل هرموني في افراز البويضات، الهرمونات المسؤوله عن افراز البويضه، وبالتالي بتؤدي الى عدم انتظام الدوره. فبالتالي لازم الاعصاب دي، يعني دي قصه ثانيه خالص هنقعد نتكلم فيها، وانا عارف ان بيبقى خارج عن ارادتكم في النقطه ديت من ستريس الحياه وضغط الاهل والى اخره، ولكن في الاخر هو واحده من الفاكتورز او واحده من العوامل الرئيسيه. وهتلاقي الكلام ده، هتلاقيه كمان الناس اللي عندهم تاخر انجاب، هتلاقي اصحابك يقول لك يا دكتور، يقول لك مثلا انا بعد ما بقيتش افكر في موضوع التاخر الانجاب لقيت نفسي حملت لوحدي. صدقوني الضغط العصبي من الاسباب الرئيسيه في عدم تكوين بويضه بشكل جيد، وبالتالي ما بيحصلش تبويض، وبالتالي ما بيحصلش حمل، وممكن يحصل خلل في الدوره. السبب الاخير الاكستريم اوف ايجز. يعني اكستريم اوف ايجز؟ يعني بنت صغيرة جدا والست الكبيرة خالص، او الست المتقدمة في الخصوبة خالص اللي هي بيبقوا فوق ال 43 و 44 سنة، او بنت صغيرة لسه عندها 12 و 13 سنة. دايما المبيض لسه مش متعود ان هو يفرز، وبالتالي اضطرابات الدورة في الفترة ديت مقبول بالنسبة لنا، وده بسبب برضو خلل هرموني. تعالوا نلخص القصة دي بشكل بسيط اكتر. يبقى احنا اي سيدة دورتها منتظمة، هي انتظام الدورة كل 28 يوم زائد ناقص 7 أيام، ولو زادت عن 35 يوم أو قلت عن 21 يوم، يعني بتيجي كتير ما بتجيش، لازم نفكر في حاجتين رئيسيتين. يا إما في خلل هرموني، دي ساعتها هنعمل تحاليل هرمونات ونشوف الوضع بتاعنا إيه والمخزون أخباره إيه، عندك تكيسات، عندك ضعف في المخزون، عندك هرمون اللبن عالي، عندك خلل في الغدة الدرقية، حياتك متوترة أو في ضغوط نفسية عليكي. والسبب التاني اللي هو الحمد لله من رحمة ربنا بيمثل نسبة قليلة جدا، إما في حاجة عضوية في الرحم هي اللي مسببة نزول دم في غير أوقات الدورة، زي أورام ليفية، لحميات، أو لا قدر الله أورام على المبيض، ودول أشهر حاجتين أو الحاجتين الوحيدين اللي احنا بنفكر فيهم. وأي طبيب بيقدر يتكلم مع العيان في القصة ديت بيبقى سيستماتيك جدا في تفكيره، ما نجريش على طول إن احنا ناخد هرمونات. مثلا صاحبتك تقول لي خدي البرشام ديت هتنظم لك الدوره، لا بلاش، اعملي اسسمنت، اعملي تقييم للقصه ديت، وهتوصلي ان احنا لو وصلنا للقصه دورتك بعد كده هتبقى منتظمه ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جايه في موضوع تاني باذن الله.